الخير لكل مستمعين محبي وعشاق الرياضة وتحديدا كرة القدم في كل مكان. برنامجكم الرياضي اليومي غرفة 11 معكم أنا ثامر الحميد. نتمنى إن شاء الله نكون معكم اليوم في جولة رياضية كروية شاملة نأخذ فيها آخر أخبار كرة القدم سواء المحلية أو القارية أو حتى العالمية عبر برنامج ميكس اف ام. وكالعادة نذكركم بأرقام التواصل اللي حاب يتواصل معنا STC 844 48 موبايلي 630 522 22. كانت استكمال مباريات الجولة التاسعة من دوري زين السعودي. تكلمنا أنه كان في مفاجآت في مباريات أمس. ممثلي المملكة العربية السعودية آسيويا الاتحاد والأهلي يتعثرون في دوري زين السعودي. طبعا الاتحاد تعثر بالتعادل أمام التعاون 3-3 والأهلي تعثر بالخسارة أمام نجران 2-0. حول هذه المواضيع طبعا ومباريات أو نتائج مباريات دوري زين، أكد لاعب نادي نجران حسن الراهب أن فوز فريقه البارحة على النادي الأهلي جاء بفضل دعاء الوالدين ودعم الجماهير التي وقفت معهم بشدة وأزرتهم، وأن الدموع التي عاقبت نهاية المباراة هي دموع الفرح بعد أن تغلب وفاز فريقه وقدم مستوى مميز أمام فريقه السابق النادي الأهلي. كارولي مدرب الأهلي عدم رضا على أداء فريقه في لقاء نجران الذي خسر فيه بهدفين دون رد ضمن مباريات الجولة التاسعة من دوري زين. وقال كارولي من مدرب النادي الأهلي: كنا متأكدين من اعتماد فريق نجران على الهجمات المرتدة وهو ما حذرت اللاعبين منه، إلا أنهم للأسف لم يطبقوا المطلوب منهم في اللقاء. وأضاف: أتيحت لنا عدد من الفرص في شوط المباراة الأول والتي كانت قد تكفل لنا العودة إلى اللقاء، وأهمها الفرصة التي سنحت لعيسى المحياني في نهاية الشوط إلا أنه لم يوفق في استغلالها. وتمنى كاروليم أن يتعلم اللاعبين من الأخطاء التي وقع فيها المباراة وتلافي ارتكابها مقبلة. هذه النتائج وهذه التصريحات سواء من الطرف الأهلاوي أو حتى من نجران حول هذا الموضوع وكثير مواضيع برنامج غرفة 11 اليوم. ينضم لي الآن الأستاذ الإعلامي الكبير والقدير ورئيس القسم الرياضي في صحيفة الحياة الزميل منصور الجبرتي. حياك الأستاذ منصور. الله يحييك ويسلمك يا رب. سلام جميع المستمعين. أستاذ منصور، كنا نتكلم وانت معنا وتسمع بداية الحلقة اليوم عن النتائج أمس، هذا وش يعطينا انطباع أن أنديتنا المشاركة أو الواصلة للدور نصف النهائي في دوري أبطال آسيا يتعثرون أمام فرق أقل منهم مستوى في دوري زين؟ لا، يمكن هو هذا تأثير البطولة الآسيوية والتأهل والتفكير في المباراة المقبلة وما صاحبها. أنا أعتقد أنه يعني تأثير البطولة الآسيوية على مباراتي الفريقين كان واضح، لكني لا أعتقد أنه هذا المستوى هو اللي يعني حيكون عليه الفريقين في المباراة المقبلة. بالتأكيد سيكون يعني مظهر فني مختلف تماما. الاتحاد يمكن أيضا يعني عانى من عملية الإرهاق والسفر والعودة، فكان يعني وضعه مختلف قليلا يعني، ولكن بالمجمل لن يكون هذا مستوى الفريقين في المباراة الآسيوية مطلقا. طيب أستاذ منصور، نتكلم على يعني في الطرف الآخر نادي الاتحاد، ويتكلم على تصريح الكابتن محمد نور أمس. ذكر الكابتن محمد نور أن أو تطرق لموضوع الحكام، قال أن الحكام السعوديين يستفزون اللاعبين، ووصفهم أنه مو بس محكم الاتحاد مباراة الاتحاد والتعاون أمس إلا أغلب الحكام السعوديين، وهذا اللي يخلي الاتحاد يقدم مستوى في بطولة آسيا ما يقدمه في دوري زين بسبب أنه هناك حكام آسيويين لا يستفزون اللاعبين مثل الحكام المحليين. هذا نقدر نعمم فيه على كل المباريات أو على كل الأندية ولا بس الاتحاد؟ والله ما أعتقد يعني أنه المسألة عموما الحسم فيها صعب ما لم يصدر التصريح من أكثر من لاعب من أكثر من نادي. في نادي الاتحاد أو من أكثر من لاعب من أكثر من أكثر من نادي، عشان يعني تكون عملية منصفة، لأنه هذا حدث يحصل داخل الملعب ولا تستطيع الصحافة أو الإعلام أو حتى الإداريين الجزم فيه. ثانيا في مباريات في الدوري السعودي كان يقودها حكام أجانب وكانت نتائج الاتحاد فيها سلبية مثلا. هل نستطيع برضو نقول أن الحكم الأجنبي اللي جاء في هذيك المباراة كان أيضا استفز الاتحاديين؟ أعتقد نتيجة المباراة
يعني ما لها علاقة بال ما أقدر أقول ما لها علاقة بالتحكيم، لأنه في أحيانا يعني أحداث تحكيمية تؤثر على سير المباراة، هذا ما في شك. ولكن أعتقد أنه على قاعدة ثابتة أن لا يضع نفسه في التفكير في ما قاله الحكم أو ما فعله الحكم أو الحالة التحكيمية أثناء المباراة، عليه بالتركيز على عطائه داخل الملعب وداخل الميدان. وفي أخطاء تحكيمية ضد فرق احنا شفناها واستطاعت إحراز أكثر من هدف وتجاوز، إذا افترضنا أنه الأخطاء التحكيمية كانت ضدها، تجاوز هذه المسألة والفوز. عندك مباراة الشباب الأخيرة مثلا كان في طردين، كان في ركلة جزاء، ومع ذلك استطاع أن يفوز الشباب. لذلك على لاعبي الاتحاد أن لا يضعوا ذلك في مخيلتهم. أي فريق يعني تسمع له تصريحات إدارية ضد الحكام قبل المباراة ويكون في حديث جماهيري وإعلاني كبير قبل المباراة عن الحكم، تجد لا يعطي في الملعب دائما، تجد يعطي أقل من المفترض أن يعطي، لأنه اللاعب يدخل في دوامة التفكير في ما فعل الحكم وما سيفعل الحكم وما سيقول الحكم، ويدخل في دوامة تبعده عن العطاء الفني داخل الميدان. مثل هذه التصاريح يعني في خبر الآن يقول أن في بعض التوقعات أنه ممكن الكابتن محمد نور تصدر بحق عقوبة، يعني ممكن لجنة الانضباط تصدر يعني هذا النظام عندنا الآن، أن حتى لو كان اللاعب يعني يقول اللي شافه في الملعب، لأن محمد نور يقول في التصريح أن الحكم إذا تكلموا فيه أثناء التعادل أن فيه تضيع للوقت ما يرد عليهم، أو إذا صار العكس بتقدم نادي الاتحاد يقولك يطالبهم باللعب بسرعة. يعني هذا اللاعب قال اللي هو صار معاه سواء احنا نقدر نجزم فيه أو لا، بس ممكن يتعرض للعقوبة منصور؟ ترجع لتقييم لجنة الانضباط في هل يعتبر هذا الموضوع إساءة أو غير إساءة. تكييف وشرح وتفسير اللائحة وتطبيقها على الحالة، هذا موضوع يعني قانوني لا تستطيع أن تجزم فيه سلبا أو إيجابا. معلش على الجزئية هذه أستاذ منصور، الموضوع اللي هو يعني خلينا نقول التشريح والتكيف مع الخبر أو التصريح، هذه عندنا مطاطية في لجنة انضباط ولا نشوف أنها على الكل والجميع بنفس الشكل؟ ما تقدر تحكم ما لم يعني تضع الحالات كلها خلال هالموسم مثلا على اعتبار أنه يعني إذا في لجنة انضباط سابقة أو لجنة انضباط جديدة لا تستطيع أن يعني بعدهم لا يغيرون كثير يا أستاذ منصور جديدة على اللجنة السابقة. احنا ما ودنا يغيرون كثير، بس احنا ما ودنا يغيرون كثير عشان نحاسب، اي عشان تقدر تحاسب، لانه الان حتى لو جيت حسبت مثلا لجنه جديده على حالات سابقه في عدم انصاف في الموضوع، لانه يقول لك هذيك لجنه اخرى، رغم انه يفترض انه يكون يعني القانون واضح، ولكن انت تعرف انه لائحه الانضباط لائحه مثل ما قلت مطاطيه في بعض الالفاظ. تطبيق اللائحه وتفسيرها وتفسير يعني منوط ترى بلائحه الانضباط، تجد في احد البنود في الاخير يقول لك انه لجنه الانضباط هي لها الحق في تفسير اللائحه وفق ما تراه. لذلك اعتقد انه ايضا حتى المخالفات اللي ما وردت تلقى فيها بند اظن 66 اذا ما يعني خانتني الذاكره، انه يحق انه توقيع عقوبات المخالفات التي لم يرد فيها نص. و68 للاتحاد الحق في تفسير نصوص واحكام اللائحه. هذه بنود موجودة تخول للائحة التفسير، وبالتالي لا يستطيع الإداري توقع العقوبة ولا يستطيع الإعلامي تطبيق القانون على الحالة على اعتبار أنه في لائحة وقانون ثابت وموجود. لذلك كل لجنة تأتي فتتخذ القرار وفق ما ترى، ولكن كل لجنة تتخذ قرار حيكون تأسيسي لما بعده. بمعنى اليوم قال الكلام هذا محمد نور عقب عليه، في الحالة الثانية جت لجنة هذه أو لجنة أخرى أو لجنة بعدها أو لجنة بعد 50 سنة، ما دام اللائحة هي نفس اللائحة وما دام قال لاعب كلاما مطابق لكلام محمد نور سيعاقب أيضا على اعتبار أنه في حالة تأسيسية سابقة. لذلك أعتقد أنه أيضا اللجنة مطالبة يعني بتفسير بعض اللوائح للأندية، يعني لوضع إطار على الأقل تستطيع الأندية التعامل معه بوضوح أكبر. طيب أستاذ منصور الجبرتي، يعني تكلمت أنت عن البنود وقلت بعض البنود اللي موجودة في اللائحة، بس السؤال الوضع البند أو طريقة البند كامل أو تفصيل البند، هذا مو أنه هي يعني تشوف أنه ممكن هي تعطي لجنة الانضباط الحق في ما تتخذه يعني مناسب؟ يعني مثلا في بعض البنود أنا قريتها جاني الصداع، يعني مثلا أنه اللاعب التعمد بالضرب أو التعمد بالرفس أو التعمد بالأ...
طيب هذه أنا ممكن أنا أشوفها بشيء معين، مثلا خبير مثلا تحكيم يشوفها بشكل ثاني، عضو في لجنة انضباط بيشوفها بشكل ثالث، لكن كل ما كانت مختصرة البنود بشكل أفضل وواضحة بشكل أكبر أنها راح تكون خلاص يعني واضحة على الجميع، يعني ما تكون على قولتك مطاطية يعني. واضحة، لو كانت مختصرة حتكون غير واضحة، بالعكس المفروض احنا نطالب بالتفصيل. يعني إيه بس التفصيل بس ما يشعترون يمين ويسار، ها؟ لا لأن في مصطلحات قريبة من بعض. لا بس التفصيل أفضل، يعني لو اعتمدت على كلمة ضرب فقط الضرب يندرج تحته أشياء كثيرة، لكن لو صارت أوضح الركل الرفس البصق يعني تم تفصيل الحالات بما يجعلني أنا كإداري يعني أعرف أتعامل مع الحالة وأتوقع العقوبة قبل صدورها، ويجعلني أيضا عندما أتعامل مع لاعبيني يعني أعطيهم التعليمات بشكل واضح وصريح، ترى أنت إذا سويت كذا حتعاقب بكذا، إذا فعلت كذا حتعاقب بكذا، بالتالي اللاعب يبدأ يضع في حسابه اعتبارات كثيرة قبل ما يتخذ أي تصرف. ولكن في النهاية المادة 68 هي اللي حتفصل. طيب استاذ مسور، تشوف انه يعني بحكم ما شفناه في المواسم السابقه وحتى الموسم الحالي في تطبيق النظام واللوائح والبنود، تشوف ان اللاعبين عندهم الدرايه الكافيه في بنود لائحه الانضباط؟ لا ما اعتقد ان اللاعبين عندهم درايه واضحه في العقوبات اللي موجوده في لجنه الانضباط، واعتقد انه هذا يعني دور الاداريين، في جهات تقوم بهذا الدور في جهات لا، واللاعبين عموما عندنا انت عارف ما هم يعني مهتمين بالتفاصيل، ممكن هو ياخذ بالمجمل او بما يعرفه لكن يهتم بالتفاصيل ويقرا ويفصل الموضوع لا اعتقد انه موجود، لكن هذا الدور الاداري اللي موجود مع اللاعبين بشكل يعني اكبر. طيب نيجي لموضوع ثاني، الاستاذ منصور يقول لك الخبر نرتفع معدل الحضور الجماهيري قليلا في الجوله 9 من دوري زين عما كان عليه في الجوله الماضيه، حيث شهدت الجوله السابقه حضور 7050 متفرج بمعدل 1400، يعني اللي كان في حضور بشكل اكثر بشكل بسيط، لكن المباراه الاكبر حضور او الاكثر حضور جماهيري هي مباراه النصر والشباب كانت 6750 مشجع. تشوف ان لازال العزوف الجماهيري مسيطر على ملاعب السعوديه في ظل عدم الخدمات في الملاعب او التطوير حتى الان؟ لا هو لازال عدم الحضور موجود، لكن يمكن الإثارة لو عادت بشكل أكبر ربما يعني يعود الجماهير إلى المدرجات بشكل أكبر. طبعا بيئة الملاعب احنا نتفق تماما أنها بيئة غير مناسبة إطلاقا بوضعها الحالي، صحيح فيها يعني تطوير عما كان في السابق، لكن ما زال المطلوب يعني والطموح أكثر بكثير. بالنسبة لمباراة الشباب والنصر من الطبيعي مباراة الشباب والنصر في السنوات الأخيرة يعني ماخذ بعد يعني مختلف تماما، مستوى الإثارة الإعلامية فيها أعلى بكثير، مستوى التصريحات بين الإدارتين أعلى بكثير، رغم أنه هذه المرة يعني ما كان مرتفع جدا، لكن ربما يعني كان في طموح لدى جمهور الناديين أنه يعني يحقق نتيجة تمنحه أفضلية، خاصة أنه الشباب مثلا كان متراجع وجمهور يبحث عن التعويض، النصر كان يبحث عن تعزيز حضور فريقه في الدوري. طيب سيد منصور، خلينا نتكلم عن انت قلت على موضوع الإثارة داخل في المباريات، الآن صار الوعي عند المشجع السعودي أكبر، يعني أول الإثارة كانت تعطي الحماس للجمهور أنه يحضر المباريات، يعني حتى كنا نشوف حتى في الشتاء مثلا في العاصمة الرياض أو في الشمال أو في هذا اللي هي طبعا المدن اللي فيها أكثر برودة، نشوف حتى لو كانت مباريات العصر بدري كانت تشوف الجمهور حاضر، لكن الآن مع تعدد القنوات وصار في وعي عند الجمهور بشكل اكبر، صار يقول لك لا انا وش يخليني اتعب واني اروح، خاصه انا اتكلم على بيئه الملاعب عندنا لازالت تحتاج الكثير بغض النظر عن الاثاره. هو بيئه الملاعب تحتاج كثير مثل ما قلت لك، تحتاج الى اكثر من الكثير، لكن ايضا تنظيم الجماهيري والتحفيز الجماهيري يمكن يعني يرتفع ترمومتر، يرتفع احيانا وينخفض احيانا كثيره، يعني جمهور مثلا خلينا نقول النصر الهلال الاتحاد الاهلي تجد يعني حشد قبل المباريات في المنتديات انه نادينا في حاجه لنا، لازم المباراه هذه مهمه، وتجد في تحفيز 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 متواصل احيانا يرفع من مستوى الحضور، لكن في النهايه المستوى الفني والإثارة الإعلامية هي اللي تحفزني أنا كمشجع أني أحضر. أحيانا تحفزني الإثارة الإعلامية أوصل الملعب على مستوى فني مثلا يضايقني أنا كمشجع، المباراة اللي بعدها ما تحفز أني أحضر
حتى لو كان فريقي. يعني اليوم احنا شفنا جمهور مثلا الهلال كان مستوى الفريق سيء هتفت ضد فريقها. فبالتالي الجمهور في النهاية يبغى يشوف فريقه يقدم مستوى فني لافت يقدم نتيجة مرضية. طيب استاذ منصور, في ذكرت الاخبار الصحفيه اليوم ان التاكد بنهايه ترك مدافع الهلال اسامه هوساوي لاندرلخت البلجيكي في فتره التسجيل القادمه اللي راح تبدا في شهر يناير, بعد ان قرر المدرب الاستغناء عنهم لوجود سبعه مدافعين في الفريق البلجيكي. وطرح وكيل اعمال اللاعب العديد من الخيارات منها انديه بلجيكيه في الدرجه الثانيه وهولندية, إلا أن اللاعب يرغب بالعودة مجددا للخليج. تشوف أن التجربة في أوروبا مع أسامة هوساوي ناجحة حتى الآن حتى لو كانت العودة في فترة انتقالات الشتوية القادمة؟ حتى لو كانت العودة في يناير أكيد خطأ, تجربة كويسة سينقلها زملاء اللاعبين, فتح يعني نافذة للآخرين أنهم يفكروا أنهم يكرروا. بكل تأكيد تجربة أسامة هوساوي مع تجربة عبد الله الحافظ, عيال طيف, صالح لعب, لأنه ما عندهم التزامات يمكن عائلية أسرية تخنقهم نوعا ما. يعني أسامة مثلا متزولهم للدراسة هناك, في تعقيدات شخصية تصعب على يستمر فترة أطول تجعله يفكر في العودة أكثر. لكن اللاعب في العشرين في الواحد وعشرين عنده فترة, عنده قدرة أكبر وحتستفيد منه الكرة السعودية فترة أطول لو احترف. لكن نظري أنا في كلمة أنت قلتها أنه أنا أتذكر من أيام سامي الجابر وفهد الغشيان وفؤاد أنور أنه دائما إذا كان في احتراف خارج عندنا يقول لك نفتح نافذة جديدة, هذه من اسمه فتح نافذة جديدة. متى راح نتطور للمرحلة اللي بعدها؟ في الاحتراف طويل جدا يعني لأنه خلنا نكون منصفين وأكثر منطقية نوعا ما. يعني السعودي يمتلك الموهبة لكنه لا يمتلك مثلا القدرة البدنية العالية, لا يمتلك التأسيس البدني السليم من فترة عمرية صغيرة. بالتالي لما يروح أوروبا هو يقارع لاعبين يعني أفضل منه, يمكن نقطة المهارة الحرفية هذه اللي يمكن يعني تفيده أكثر. لما يروح اللاعب في عمر 20-21-13 يحتاج سنتين 3 سنوات. يمكن عبدالله الحافظ أنا سألته قبل فترة عن هل كان في تمرين حديد مختلف بالنسبة لك عن زملائك في الفريق اللي تلعب فيه, كان يصف لي معينة عضلية في الجسم. لذلك يعني هذه ما هي موجودة عندنا اللاعب السعودي. لا, انت القوة البدنية عندك, البنيان الجسدي للاعبينك في المجمل مش قوة هائلة. يعني بالتالي لما يذهب الى اوروبا لا يقارع, اللياقة البدنية ايضا عالية وقت اطول. يمكن اللياقة المكثفة القوة البدنية تستغرق وقت على بال ما اللاعب يعني ينتقل ويصل الى مرحلة مناسبة انه يقارع الاخرين فيها. طيب استاذ منصور, على مستوى الشخصي انا اتكلم على اسامة هوساوي, كان يبدي رغبة كبيرة في الفترة الماضية للاحتراف الخارجي وتحديدا في اوروبا, الان يقول لك الخبر اذا صحت الانباء ان اللاعب يرغب بالعودة مجددا للخليج. وش اللي غير قناعة اللاعب اذا كان فعلا هي المشكلة بس ان مثلا الفريق او المدرب الفريق يمتلك 7 مدافعين, ليش ما ابحث عن مدرب او نادي ثاني في اوروبا؟ التجربة على أيضا أرض الميدان يعني مختلفة نوعا ما, تختلف بكل تأكيد. أنا ما أدري وش الحسابات الشخصية لأسامة هوساوي, مش متأكد أنه كان هذه يعني قرار الشخصي. لكن أنا متأكد أنه أسامة هوساوي إلى الآن لديه نفس الطموح أنه يعني يكون لاعب سعودي مميز في أوروبا. يعني ما نقول أنه هي مثلا على قولتهم كبري مثل ما كان يقولون في الأخبار الماضية. كبري صعبة, لو كان كبري يمكن كان اختصر المسافة فترة انتقالات أقصر شوي. ما أعتقد أنه يعني جلس 6 شهور برا وبعدين يرجع, ما أعتقد أنه هذا التفكير اللي موجود عند أسامة. أنا شخصيا يعني ربما كل الاحتمالات واردة صحيح, لكن أنا شخصيا لا أتوقع أنه هذا الطريقة اللي كان يفكر فيها. يعطيك العافية أستاذ منصور. ويعطينا, كان معنا الأستاذ منصور الجبرتي رئيس القسم الرياضي في صحيفة الحياة. فاصل غرفة 11. شادي الحربي, شكرا على الرسالة. بما يخص موضوع لجنة التراخيص الأندية, هذا ذكرناه اليوم في برنامج الجولة, ونرجع نذكر أن الأندية اللي هي الأهلي والشباب والهلال والفيصل والفتح حصلت على الرخصة, حتى أندية الاتفاق ورن الاتفاق أعطي مهلة شهر لأن في عنده نقص في الاتحاد والنصر والرايد, عندهم نقص في المعيار المالي. هذا فيما يخص تراخيص الأندية. في هنا كثير الرسائل, هنا رايد يعطيك العافية,
نكمل باقي أخبارنا في برنامج غرفة حداء. قلنا غرم الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نادي الهلال مبلغ $5,000 بسبب تصرفات الجماهير التي قذفت اللاعبين أثناء مباراة فريق الهلال وأوسان الكوري وتدوين ذلك من قبل مراقب المباراة المالديفي أحمد شاهر. سجلت قمة الدوري الفرنسي لكرة القدم بين مرسيليا وباريس سان جيرمان أمس الأحد أعلى نسبة حضور الفرنسي منذ عام 1998، وبلغ عدد في الدوري 2 تيرك على شبكة كانال بلس المشفرة بنسبة 43.5%، وهذا أكبر عدد منذ مباراة الفريقين في 29 نوفمبر 1992. 7 مليون مشاهد أيضا بنسبة 48. تعبر عن قلقها من صيحات الاستقلال التي أطلقتها جماهير برشلونة. أعربت الحكومة الأسبانية عن قلقها من صيحات المطالبة باستقلال كاتالونيا أمس الأحد في ملعب كامب نو ضمن مباريات برشلونة وضيفة ريال مدريد، إذ اعتبرتها مضرة بصورة البلاد التي تعيش فترة مضطربة بسبب الأزمة المالية الراهنة. وقال وزير الخارجية خوسيه مانويل اليوم أن بلده يقدم صورة انقسامية داخلية التي نعيشها راهنا بدلا من صورة جهد مشترك، يبدو لي بأنه يجسد صورة سيئة. وأضاف الوزير للصحفيين في مدريد على هامش افتتاح ندوة حول إدارة العلاقات التجارية في إسبانيا، لا شك لدي آخر أخبارنا في برنامج غرفة 11 اليوم. استبعد المدرب الهولندي فرانك ريكارد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم مدافع النصر محمد عيد عن قائمة اللاعبين التي تم استدعائهم لمعسكر المنتخب تمهيدا لمواجهة منتخب الكونغو الودية يوم 14 أكتوبر الجاري، وذلك لتعرض عيد الإصابة في الشباب في دوري زين. وكانت بعثة المنتخب قد وصلت للإحساء اليوم في الساعة 7 مساء، وكان في استقبالها مدير مكتب رعاية الشباب في محافظة كونغو في ضمن أيام الفيفا. شكرا لاستماعكم برنامج غرفة 11، إن شاء الله راح نكون معكم غدا في برنامج الجولة وأخبار وقضايا جديدة في كرة القدم السعودية. تصبحون على ألف خير.